اول حاجه اكتر حته في مصر العالم كله بيتكلم عليها دلوقتي هي البطاريه. اسمعوا طيب اسمعوا اسمعوا، انتوا عليكم مسؤوليه كبيره. ايه هي؟ لما التمثال ده طلع ما ينفعش نقرب من المنطقه ولا نيجي على التماثيل ولا ده، حاجات دي شرفنا نحافظ عليها. فانتوا لما تلاقوا حد داخل المنطقه انتوا اللي تحافظوا عليه. انا عارف بس انا باكد اكتر من كده، وعارف وقالوا لي سكان المطريه عملوا ايه ايام الثوره وحافظوا على المخزن اللي هنا. ان شاء الله قريب نعمل احتفال ونفتح المسلة عشان الناس اللي عندكم. انا عايزكم بس تحافظوا على الاثار وما تقربوش منها.